السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نسوي مقارنة بين كاميرا ايفون 11 برو ماكس وكاميرا جالاكسي نوت 10 بلس. كما تعودنا في المقارنات السابقة، انا ما راح احكم على من هو الافضل منهم، بل ساترك الحكم لكم. للي ما يعرف طريقتنا في المقارنة، اولا راح اعرض لكم الفيديوهات والصور اللي التقطتها بالجهازين، بعدها راح اعرض لكم استفتاء او تصويت في نهاية الفيديو، ونشوف من هو الجهاز اللي راح يحصل على اصوات اكثر. والان خلونا نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اختبار الصوت لجالاكسي نوت 10 بلس وآيفون 11 برو ماكس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اختبار الصوت لجالاكسي نوت 10 بلس وآيفون 11 برو ماكس. وخلاص وصلنا إلى نهاية المقارنة. راح تشوف التصويت في هذه الأيقونة فيه على الشاشة. ولا تنسى تكتب لنا رأيك وملاحظاتك في التعليقات. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.